أنا سأركز في هذه المداخلة وهي أعتقد عمليا آخر مداخلتي في هذه البداية، لأتقدم بجزيل الشكر أولا لولاء الطاعة لجلالة الملك نصر الله لما قدمه لهذه المدينة، بدءا باختياره لخيرتي ولاته على هذه الجهة، لو سي محمد حلاب، سي محمد حصاب، سي محمد يعقوبي، واليوم سي محمد بن مهدية. نشكره كذلك على المشاريع التنموية والمهيكلة التي طرأ نضاعا في مدينة طنجة. وفي هذه الولاية استكملنا اللبنات الأخيرة من مشروع طنجة الكبرى. رأينا أو مشروع قطاع الفائق السرعة رأى النور خلال هذه الولاية، وفي انتهاء هذه الولاية المدينة العتيقة لطنجة تتهيأ وتتزين بحلة جديدة. لن تفوتني الفرصة لأشكر لأتقدم بجزيل الشكر كذلك السيدين والي الجهة السيد محمد يعقوبي ومحمد المهدية اللذان واكبا معنا هذه الولاية هذه المرحلة بالاستجابة والتفاعل الضروريين. هذه التركيبات هذا المجلس أخوات وإخوان هي نتاج للتطور الديمقراطي الذي عرفته بلادنا، ومن ثمرته انخراط جماعي لجل أعضاء هذا المجلس الموقر، وهو ما ترجم بعدم تأجيل أي دورة من الدورات بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وهذا يدل على الجدية التي كان يتعامل بها السادة أعضاء المجلس خلال هذه الولاية. وددت أيضا أن أتقدم بالشكر الخاص للأستاذ محمد بشير عبد الله على حسن تواصله وتجاوبه وحرصه على التفاعل الدائم والجدي مع مكونات هذه المجلس. سيذكر له هذا المجلس مجموعة من القرارات التاريخية والجريئة التي اتخذها السيد الرئيس لهذا المجلس الموقر، وعلى رأسها قرار هذا النسق بالشعيري والذي تحول إلى مستشفى للقرى. أتقدم كذلك بالتهنئة للسيد رئيس المجلس على حسن تدبير هذه المؤسسة السياسية والتنموية، وذلك بفضل حرصه على التعلم والاجتهاد والإصغاء والثقة في الطاقم الإداري لمجلسنا الموقر. أتقدم بالتهنئة للسيدات والسادة النواب السيد الرئيس على إسهاماتهم في سبيل تحسين وتجويد المرفق العام الجمالي، وأخص بالذكر السيد النائب الأول الذي أسدى مهمة كبيرة لهذه المؤسسة، وذلك بإعادة بناء الأرقام وإعطائها القيمة والمصداقية التي تستحقها. والسيدة كريمة أفيلان التي تولت مهام أصعب مرفق جماعي والذي يتعلق بالتعمير، وما أدرك ما مرفق التعمير. دون أن أنسى باقي السيدات والسادة النواب السيد الرئيس، ومن بينهم الأخت فاطمة بن الحسن التي تعتبر من مرجعيات العمل السياسي النسائي بمدينة طنجة. السادة رؤساء المقاطعات كذلك الذين طوروا بشكل ملحوظ العمل الإداري بالمقاطعات الأربعة دون استثناء، والسادة المستشارين على جديتهم وتفاعلهم، السادة رؤساء المصالح وكل الموظفين نقول لهم شكرا. وفي الأخير لم يبقى لي إلا أن أتمنى التوفيق لمن سيترشح للاستحقاقات الجماعية القادمة. كان بودي أن أكون معكم وأساهم معكم في التداول والمشاركة والمساهمة خلال الولاية المقبلة التي ستنطلق يوم 9 شتنبر، إلا أنني توصلت بما يكفي من القناعات دفعتني أن أقرر اعتزال العمل السياسي بصفة نهائية لا رجعة فيها، وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تفضلت فمعنك من الدورة. عندي واحد المسؤولية سيقوم بهذا بس محمد. طبعا مع الضيفة. أنا إن شاء الله. يا. إذا نمشي على استعادة. تفضل.
اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنسوش تفعلوا الجرس.